السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد سوق كيزاكو. ونشوف الفيديو ديال اليوم كيفاش تحسبوا النهايات المثلثية. هذا درس تبع دروس رياضيات ديال البكالوريا، الناس ديال ليسي، شعبات علوم، حتى الشعب الاخرى يقدروا يستافدوا معنا. هذا الفيديو هذا نوريكم بعض الخاصيات كيفاش تحسبوا النهايات المثلثية، وندير لكم بعض الامثله على بركه الله. اول حاجه ندير لكم واحد التذكير، تجبدوا واحد الخاصيه الاولى اللي كتقول تكونوا قريتوها في الدرس ولا سمعتوا بها، ليميت كيقول لك حين يميل اكس الى صفر ديال سينيس اكس على اكس كتساوي واحد. سؤال مين جابوا هذه؟ جواب سهل، حنا عارفين بان كاينه قاعده عندنا هو ان ليميت حينما يميل اكس الى اكس صفر ديال اف لي اكس ناقص اف لي اكس صفر على اكس ناقص اكس صفر ماذا يساوي؟ انه يساوي الشقاق الدالة عند النقطة اكس صفر، هناك هو الشقاق. هذا هو التعريف ديال الشقاق عند نقطة مثلا عند في الحالة عند النقطة اكس صفر، ناقص الشقاق الدالة اف عند اكس صفر. كاينه هذه وخاصية الثانية اللي تكون عارفين، شنو الشقاق ديال سينوس اكس؟ هو كوسينوس اكس. وفي هذه الحالة كيبقى لي غير نعوض هنايا، نعوض اف بسينوس، تولي عندي هي ندير اكس صفر نحط بلاصه صفر، والدالة اف نحط بلاصه سينيس. يعني التعريف اش كان فيه؟ كان عندي ليميت حينما يميل اكس الى اكس صفر، نكتبو هنايا باش يبان ليكم، ديال اف لي اكس ناقص اف لي اكس صفر على اكس ناقص اكس صفر، هنا كيساوي هو اف بريم ديال اكس صفر. حنا اف هي سينيس، اذا اف بريم هي كوسينيس. نعوض واش هتولي عندي هادي هي ليميت حينما يميل اكس الى صفر ديالاش ديال اف لي اكس اللي هي سينيس ديال اكس ناقص سينيس اكس صفر اللي هو صفر على اكس ناقص صفر، اش كتساوي؟ هي كوس ديال صفر. سينيس ديال صفر هو صفر، وصفرات تمشي، اش تبقى ليا هذه الكتابه؟ هتولي هي ليميت حينما يميل اكس الى صفر ديال سينيس ديال اكس على اكس، اش كيساوي؟ كوس ديال صفر شحال كيساوي؟ هو واحد. وهي العلاقه ديالنا حنا، طبعا ما مطلوبش منا هاد البرهنه كامله، اللي مطلوب منا هو نعقلو على هاد العلاقه. وبالمثل كنبينو على علاقات اخرين اللي تاهما مهمين، نوطيها هنايا. عندي ليميت حينما يؤول اكس الى صفر، قلنا ديال سينيس اكس على اكس كيساوي واحد، فإنه كذلك بالنسبة للطونجونت، فإن الليميت حينما يؤول إكس إلى صفر ديال طونجونت إكس على إكس كتساوي واحد. أنا نخلي لكم نتوما تبرهنوا عليها تقريبا نفس الطريقة هنايا، ورا نخلي لكم التمرين هذا تحركوا شوية المادة الرمادية. وكذلك بالنسبة للكوسينوس حينما يؤول إكس إلى صفر، كوسينوس ما كديرش كوسينوس مباشرة، انما غتجيك واحد ناقص كوسينوس ديال اكس على اكس اس اثنان كتساوي واحد على اثنان. دابا نجيو نخرجو التمارين انطلاقا من هاد القواعد اللي عندنا. نحسبو نهايات تبازاو على اللي نسمى ديال خاصية واحد، وهادي خاصية اثنان، وهادي الخاصية ثلاثة. نشوفو واحد ثلاثة التطبيقات على بركة الله. التمرين الأول هو هذا، قالك حسب ليميت حين يميل إكس إلى صفر ديال خمسة طونجونت إكس موان سينيس إكس موان. لاستيوس هنا سهلة، كدير ليميت حينما يميل إكس إلى صفر، فيما عندي سينيس طونجونت ديما كتقسم على إكس وكضرب في إكس باش يبقى ليا ليسباس. نجي نكتبها هنا لتحت باش يبقى ليا شوية اتساع. نكتب ليميت حينما يميل إكس إلى صفر ديال أش؟ ديال خمسة، غنضرب في إكس ونقسم على إكس، غتجيني هي خمسة طونجونت اكس طونجونت اكس على اكس، انا اكس الفوق واكس لتحت،
وكذلك انا ندير 3 غنطلع اكس لفوق ونهبط اكس لتحت على 4 اكس. كتلاحظوا كاين اكس لفوق لتحت نقدر نعمل به. غتبقى ليا هي ليميت حينما يؤول اكس الى صفر. هنا نعملو باكس اش غتبقى ليا؟ غتبقى ليا 5 في طونجونت اكس على اكس ناقص 3 في سينيس ديال اكس على اكس، شي كامل مقسوم على 4 اكس. اختزل اكس الفوق مع اكس لتحت ونحسبو الليميت، هتولي عندي هتجيني هي 5 في 1 ناقص 3 في 1 مقسومة على 4، لأن إكس غطر منها تقاري 4 لتحت، وهذا تجيني هي 2 على 4 اللي هي 1 على 2. هاد الواحد هذا وهاد الواحد هذا، أنا ما طبقت غير النهايات ديال هادو، حسبت هاد النهاية. طونجر ديال إكس على إكس كيساوي 1، وسينيس ديال إكس على إكس كيساوي 1، والنهاية خرجت ليا هي 1 على 2. نقدروا هذه كأسوس، تقدروا هذه نحسبوها، نحسبوها هذه النهاية بكالكولاتريس ونشوفوا شحال تعطينا. اوكي، نستعنوا بانترنت ولا كالكولاتريس، عندو كالكولاتريس سيونتيفيك غادي تحل ليه المشكل. هنا نجي نكتب هنا ديريكسيون، ندخل مثلا جوجل، جوجل راه كيسمح لي ان كيحسب لي هو اوتوماتيكمون هادشي. واخا كنديرو شويه اشهار لجوجل ان راه يستاهل، لان مهنينا من شي الحوايج. عندك هنا 5 طونجون ديال اكس، يعني عندي اول حاجه اللي خصني نكون عارف هنايا شناهو، وانا عندي عدد مقسوم على عدد خصني نكتبها هنايا. الفوقاني فيه 5 في طونجون اكس، كدير 5 نجمه طونجون ديال اكس، انا هنا نكتب اكس باش يبان ليكم، ناقص دير اتساع ناقص 3 في سينيس ديال اكس مقسومة على ياش على 4 اكس. دابا اكس يؤول الى صفر، ملي كنقول اكس يؤول الى صفر يعني اكس كياخد قيمة شي عدد اللي قريب للصفر، عدد قريب للصفر. انا غناخد 10 ولا ندير 0 فاصلة، بزاف الصفرات 1، هذا تقريبا كيساوي صفر. شد هذا ندير لي كوبي ونحيد حتى بلاصة الاكس. دابا نتوما راه عندكم مع البيسي، يعني ان هادشي راكم تبارك الله كتعرفوا ليه. وندير غوشيغشي نمشيو شي يقول لي جوجل، جوجل شنو عطاني؟ عطاني 0.5. 0.5 هي شنو هي؟ هي 1 على 2 اللي خرجت ليا، مفهوم؟ هادي اسيوس باش اللي بغيتكم تعرفوها، وانا ليميت قدرتو ما يحسبوها بالكالكولاتريس، لان اصلا راه غير حساب، غير هو عوض خص تعرف القيمه اللي تختار باش تسهل عليا الحساب. دابا انا اكس يؤول الى صفر يعني خصني نلقى شي عدد يؤول الى صفر، عدد صغير بزاف. في هذه الحاله مثلا كناخذ 0 فاصلة بزاف صفرات وواحد في الاخر، وكان عندي الحساب ديالي. تقدروا نتوما ديروا 10 ناقص 7، كاين اللي يدير 10 ناقص 7 ويضرب ويبرك يحسب مع راساتو بالكالكولاتريس ديالو، مفهوم؟ شوفوا مثال اخر. هاد المثال هذا عندي سينيس على سينيس، قلنا فيما كتكون عندي اكس يؤول الى صفر وكتكون عندي سينيس ولا طونجون، ديما كنقسم على اكس ونضرب في اكس، يعني انا غنضرب في اكس ونقسم عليه الفوق ولتحت، غنضرب في اكس نقسم عليه، يعني تجيني 2 اكس هنا، هنا طونجون ديال اكس على اكس. سهلة، هنا غنختزل اكس مع اكس غتبقى، غتجيني هي الليميت حينما يؤول اكس الى صفر ديال الفوق ما تبقاش، غتبقى ليا غير سينيس ديال اكس على اكس مقسومة على 2 المرات ديال طونجون اكس على اكس. في الحساب هذه غتاخد صفر، هذه لعوتها بصفر تعطيك 1، وهذه غتعطيني 1، يعني تجيني 1 على 2 في 1 اللي تهي سبحان الله تهي عطاتني 1 على 2. وهذا يخليكم تحسبوها بآلة الحاسبة ولا باستعمال ديال جوجل. نعاودو تحسبو هذه شو شحال تعطيكم. ليميت المثال الأخير اللي غنعطيكم هو هذا، عندي ليميت حينما يؤول إكس إلى صفر ديال طونجونت، عندي إكس هنا على 3، إلا جيت جربت قسمت على إكس شي يعطيني
قلنا فيما كتكون سينيس طونجونت كنقسم على اكس، شوف واش ديما هذيك لاسيوس خدامه. لا قسمت انا على، هنا قسمت على طونجونت اكس قسمت على اكس، خصني نضرب في اكس ناقص اكس في سينيس ديال اكس على اكس مقسومه على اكس اس 3، ياك تساوي ماذا؟ هي الليميت حينما يؤول اكس الى صفر، نعمل باكس الفوق واكس لتحت تعطيني، تعطيني هنا اكس عامل لي طونجونت اكس على اكس ناقص سينيس ديال اكس على اكس مقسومه على اكس اس 3، يعني هي الليميت حينما يؤول اكس صفر شتعطيني هنايا، غتختاز الاكس مع اكس غتبقى ليا طونجون ديال اكس على اكس طبعا كاملة ناقص سينيس ديال اكس على اكس الكل على اكس اس 3. تعود انا بزيرو واش تعطيك؟ تعطيني واحد ناقص واحد على صفر، اللي هي صفر على صفر اللي هي شكل غير محدد. اذا في هذه الحالة ما نقدرش ندير فهم هذا الشيء قبل، كنت تقدر نيفيتي في الاول الا درت واحد الحاجه، هو ان الطونجونت هذه قسمت على اكس غتخرج ليا واحد، وهاد سينيس قسمت على اكس وضربت اكس غتخرج ليا واحد، يعني تجيني واحد ناقص واحد هي صفر. وهنا عندي اكس كبر من عنده الاس كبير، يعني غتمشي اكس وتبقى لي اكس اس 2 اللي تنعوضها بصفر كما طرى لي هنا من راه اس 2 غتعطيني صفر، اذا شي غير محدد. في هذه الحاله خصنا نفكروا في شي حل اخر، حل اخر هو هذا، يعني انا ماشي بالضروره ما عرفتش الحل خصني نوقف، لا كاين بزاف الطرق باش تحسب لا ليميت، ليميت حين ما اكس الى صفر. طونجون تقدر نشوفها انا هي سينيس على كوسينيس، او لا باش تسهل عليا، عندنا القاعده اللي عارفين حنا ان طونجون كتساوي سينيس على كوسينيس، نقدر نقول سينيس اضرب هذه في هذه اللي هو كوسينيس في طونجونت، نكتبوها هنايا. اذا تولي عندي هنا طونجونت ديال اكس ناقص طونجونت ديال اكس في كوسينيس ديال اكس مقسومه على اكس اس 3. اذا هي ليميت حينما يؤول اكس الى صفر، نعملو بطونجونت اكس غتلقى هي واحد ناقص كوسينيس اكس على اكس اس 3 اللي نقدر نقسمها حتى بدورها، ندير هنا اكس في اكس اس 2، وفي هذه الحاله يكون عندي جوج ليميت، ليميت الاولى في الليميت الثانيه، الليميت الاولى هي واحد لان طنجونت اكس على اكس هذه كتخرج لك واحد، وهاد الليميت هذه هي واحد على 2 غتجيني واحد في واحد على 2 اللي هي واحد على 2، سبحان الله حتى خرجت لنا واحد على 2، هذا لا يعني بأن الليميتات كاملين كيخرجوا واحد على 2 وإنما غير مصادفة. كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا شوية في هذا الفيديو هذا، ونضرب لكم موعد فيديو جديد ومعلومة أخرى مفيدة سوغ كيزاكو. نصيحتي لكم هو أنكم تخدموا بزاف ديال الليميت، لأن كل مرة كتخدموا كتجاوبوا على سؤال وكتاخدوا أسيوس معكم. السلام عليكم.